نتكلم عنها تشرح لنا أكتر إيه هي الجمعية المصرية الجغرافية؟ هو لو حبيت اشرح بس نتطرق للتاريخ شويه أكيد بعد اذنكم. يعني هو الحقيقه الجمعيه الجغرافيه دي كان اسمها الجمعيه الجغرافيه الملكيه، تمام، ودي تامن جمعيه جغرافيه على مستوى العالم خارج اوروبا وامريكا. يعني الجمعيه اللي انشئت خارج اوروبا وامريكا كانت الجمعيه الجغرافيه المصريه. الجمعيه انشئت سنه 1875، طبعا يعني 140 سنه انشأ له. يعني الحقيقه اللي يمكن الحرب بتتكلم فيه قيمه الجغرافيا، اسره محمد علي بالكامل اعطت للجغرافيا والجمعيه كل ما تحتاجه وخططت لها كثير من الايه؟ من الامور يعني. فكانت الجمعيه في اسره محمد علي في بيت زينب هانم بنت محمد علي اول ما بدات يعني. بعد كده الجمعيه بدات سنه 1875 اخذت المقر اللي هو موجود في مجلس الشورى. يعني احنا بينا وزاره النقل في شارع القصر العيني والايه؟ مظبوط. الجمعيه اثريه دلوقتي حاليا، يعني بعد ما الاثار بتفحص المنشات دخلنا في 1992 ضمن المباني الاثريه. تمام. يعني دلوقتي لا يمكن لهدم ولا اكيد والحاجات دي. طبعا على الجانب الاخر بدات الجمعيه بايه؟ الجمعيه بدات بانها تكون مركز للدراسات الجغرافيه. ومكان للتراث والمتحف الخاص بكثير من معطيات الحياة، يعني سجلوا كل ما هو في حياة الإنسان داخل الجمعية. تمام. أول من تبنى الجمعية دي وأرصد لها مبلغ 400 جنيه في سنة 1875 كان الخديوي إسماعيل. والحقيقة الخديوي إسماعيل كانت الجمعية بالنسبة له مصدر لكل مقتنيات الرحلات التي قامت باكتشاف منابع النيل. يعني كانت متحف لافريقيا بالكامل، كل الرحلات اللي طلعت افريقيا. طبعا انتوا حضرتك تعلموا ان مصر والسودان كانوا دوله واحده. دوله واحده مظبوط. يعني. فكانت كل البعثات اللي بتطلع السودان وتطلع الى منابع النيل لحد هضبه الحبشه كانت بتاتي بكثير من المقتنيات والخرائط، وكانت تسجل وتيجي تتحط في بيت مين؟ زينب هانم بنت محمد علي. فالحقيقه ده الكلام ده برضه كل ده منشاه الجمعيه بداوا يعملوا في الجمعيه اكثر من مكان للنقطة دي. بدأ الخديوي إسماعيل يضع للجمعية أهمية.